يعني نتجول ونستمر بجولتنا زميلي عمر إذا أمكن، ونلتقي مع عدد من الزائرين وأيضا من يرون بتقديم الخدمة إلى الزوار. السلام عليكم. السلام. شلونك حجينا؟ كل الهدف. عظم الله أجرك. وأجرك رحم الله والديك. عندكم موكب؟ إن شاء الله. شنو موكبكم؟ شنو يقدم الخدمة؟ من شو وقت تواجدتوا؟ إحنا من أول يوم تواجدنا هنا من قبل 4 أيام. جيد. شنو الخدمة اللي تقدموها للزائرين؟ نقدمها تشوف بعينك انت، هاي الافران والاطعمه الموجوده هي قاص وكباب وهالموجود وكبه وكل شيء هالموجود عندنا خلال اليوم على طول اليوم؟ مستمر من الصبح الى ثاني يوم الصبح، بالاضافه للشاي والقهوه والحامض، مستمر هذا التوزيع منا بدون انقطاع. وبجهد ذاتي خدمه للامام ولاحياء الزيار؟ طبعا جهد، طبعا جهد ذاتيه. من يدعمنا مثلا؟ جهة معينة تقصد؟ لا ما هو هذا القصد، انه الناس تشارك اليوم وتدفع من جيبه لإحياء الزيارة. احنا نعرف بالمشارك. شنو منزلة اهل البيت؟ الله سبحانه وتعالى من خلق الخلق والخليقة بعث لها 1424 الف نبي، خاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه واله، تمام؟ هنا الله ما نطاولد السبب حتى لا تستمر النبوة. فالصغر والعرب يصيحوا له أبتر، وما معنى الأبتر باللغة العربية؟ القطيع النسل. بالإسراء والمعراج يوم أعرج الرسول الله أطعمه من ثمرات الجنة، نزل واضع خديجة، شو أنجبت له؟ فاطمة الزهراء عليها السلام، ترعرعت الزهراء وتخطبوها. مو أنجبت، لا العفو، أرجو أن شوية تصغيري. أنجبت الحسن، زوجها الإمام علي بن أبي طالب طبعا بالنداء من الخالق عز وجل، قال يا محمد النداء، زوج النور من النور، زوجهم وأنجبوا الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. أيضا اترعرع. وش قال الرسول؟ قال حسين مني وأنا من حسين، أحبه الله من أحب حسين. هنا القضية استبدال، استبدل الخالق الأنبياء بالأوصياء أي المعصومين. زين. تواجدكم اليوم بهذه الخدمة، نعم. شنو الرسالة من عندكم؟ إحياء ذكرى استشهاد الإمام. الله سبحانه وتعالى من نقول استبدلهم، هم العروة الوثقى اللي 11 واحد منهم استشهدوا، الخالق ضمننا أي غيبنا الإمام المنتظر عجل الله فرجه إلى حين تبقى أنظارنا ومسامعنا وأذهاننا شابحة إلى يوم يبعثون. شكرا لك حبيبي. شكرا لك. ممنون.